فرقة ومضة وعاملة ما شاء الله مجهود كبير جدا وبتلف الدول كلها. فخلينا ندي للناس بس نبذة للي ما يعرفوش ايه هي فرقة ومضة. بس هو انا بس عندي تعليق صغير عجبتني اول مقدمة اللي حضرتك قلتيها، ان اللي ملوش ماضي طبعاً ملوش حاضر طبعاً. ومصر بلد بتمتلك 7000 سنة حضارة، صح. فمعنى كده انها بتمتلك كم هائل في الفنون وفي العلوم في كل المجالات على فكرة. فرقة ومضة أسسها الدكتور نبيل بهجت أستاذ المسرح سنة 2000 تحت شعار نحن لدينا ما يستطيع أن يعبر عنه. عشان كده عجبتني المقدمة. ده الشعار اللي خدته الفرقة فأول ما تأسست سنة 2000، نحن لدينا ما يستطيع أن يعبر عنا كمصريين بصفة خاصة وكعرب بصفة عامة. ومن هنا كانت الانطلاقة لفرقة ومضة. اتأسست الفرقة علشان تحافظ على نوع من الفنون المصرية الأصيلة زي الأراجوز وزي خيال الظل وزي صندوق الدنيا، لأن للأسف الولاد بتوع اليومين دول هم مش فاهمين ده إيه ولا يعني زميلتنا حتى معي كنا في الانترو بنتكلم، طبعا هي أصغر مني سنا بكتير، قلت لك أنا ما أعرفش الأراجوز ده إيه بالظبط. إحنا شفناه يعني إحنا شفناه كتير في الموالد وشفناه في 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 احتفالات وحتى شفناه في السينما. لو حضرتك فاكره فيلم الزوجه الثانيه اتقدم طبعاً. فيه فيلم مولد يا دنيا اتقدم فيه الاراجوز، وفيلم الاراجوز نفسه فيلم الاراجوز نفسه عمر كان الشريف طبعا العظيم عمر الشريف طبعاً. عمله، بس انا بتكلم على التيمه نفسها الشكل نفسه اللي اتطرح. الاراجوز كان بيتواجد حتى كتيمه لو ما كانش هو البطل، صح. فكان موجود حتى ايام زمان افلام زمان شكوكو واسماعيل ياسين طبعا كان لازم الاراجوز ده فعلا زي ما انت بتقول هي كتيمه كده بتاعت الفيلم طبعا. وتيمه كمان هو يعني مسرح صغير في 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 ظاهره لكنه كبير جدا في محتواه، صح. لان الفنون ديت متعلقه بثقافتنا وبمجتمعنا وبسياساتنا، كل حاجه الفنون دي كانت نابعه من الشعب وتقدم الى الشعب. الفرقه دي بقى ابتدت امتى؟ الفرقه دي ابتدت سنه 2000. كان الهدف الرئيسي فيها زي برضو ما حضرتك طرحت، انا مش عارف حضرتك قاريه كتير في التراث هي الفكره فكره كده ان احنا لقينا معظم الاطفال اللي موجودين اللي حوالينا في المجتمع في اسرنا او في أو في الدوائر المحيطه بينا ان هم النموذج بتاعهم باتمان وروبن هود وما يعرفوش الاراجوز ما يعرفوش الحاجات المصريه فمن هنا بتاعتنا. كانت الانطلاقه حتى الناس اللي بتعرض المانيكان اللي محطوط عليه اللبس مش شبهنا، العرايس اللي بتتباع في الاسواق مش شبهنا، كل الحاجات دي. وده نوع مهم جدا هو ازاي تخلق نموذج للناس يقتدوا بيه. اختلاف النموذج مع اختلاف الثقافه بيعمل تضارب عند الطفل، هو مين فيهم، صح. هو انا مصري بس ده بيتكلم انجليزي فانا هطلع اتكلم انجليزي، فبيبدا يبقى فيه ما ده اللي انا كنت عايزه. احنا طبعا بنشوف اهو على الشاشه ده كان فين؟ ده كان في بيت السناري، الله، في السيده زينب. اعتقد ان انا ما شفتش طبعا، انا مستنياك تديني تدعوني على عرض من العروض دي طبعاً. علشان اجي اشوف، لان انا من عشاق الاراجوز والحاجات الجميله اللي كلنا تربينا عليه. بتواجبوا بقى يعني الاراجوز على ايامنا وانا صغيره كان يعني على قد دماغنا. الاطفال دلوقتي ما بقوش اطفال، خلينا نبقى متفقين. فهل انتوا بتواجبوا الجيل بالتفكير، بيتكلموا معاهم بنفس لغتهم بنفس طريقتهم ولا لا ملتزمين بتاع زمان؟ طبعا السؤال ده برضو ليه اجابتين. السؤال الاولاني الاطفال اتغيرت لكن سحر الاراجوز باقي، صح، تمام، مع الصغير والكبير. بمجرد ان هم بيسمعوا صوته فبيبدا الانتباه، لان احنا قدمنا العروض بتاعتنا في دول كتير بره مصر، في امريكا وفي فرنسا وفي اسبانيا. الله. ما كانوش بيهتموا بالمحتوى على قد الشكل، احنا كنا بنديهم بتقدمون بلغتهم بقى في دول كنا بنقدم فيها باللغتين، لان احنا لازم طبعا نتكلم بلغتنا طبعاً. لان احنا بنقول ان ده فن مصري اصيل. فهنا كان الممتع في الموضوع الكلمه اللي كانت بتتقال واو، اول ما يشوفوا ويسمعوا يعني ايه ده ازاي كده، ازاي بيتكلم، الصوت ده طالع منين. انا واحنا في الانترو برضو كنت بقول ان انا لما بسافر مثلا شرم الشيخ مزبوط. او الغردقه الاجانب يعني تحس ان هم شايفين حاجه اللي هو ايه ده، عشان مش عندهم عشان بالزبط. وهي دي يا فندم اهميه التراث الشعبي والحفاظ عليه، التاكيد على الهويه. في نفس الوقت
هو عنصر مهم جدا من عناصر الدخل القومي، لان زي ما حضرتك طرحت في بدايه الحلقه ان الناس، في ناس بتيجي مخصوص لما بيشوفوا الاعلانات على الاراجوز او على التنوره او على الانشاد او على الفنون الشعبيه زي المواويل والحاجات دي، هو مفتقدها، هو عنده باليه وعنده جميع انواع الفنون، بس انا بشكركم. انا بشكركم ليه بقى؟ وبشكر طبعا مهرجان العالمين العظيم، لان انتوا كان ليكم عروض هناك. وبالمناسبه على فكره، هو مهرجان العالمين هو مش مهرجان في الفن بس، هو في كل الفنون طبعًا. يعني وفي الرياضه وفي الثقافه والفن او الشعبي. الجميل في الموضوع ان هم عاملين جزء خاص بالفنون الشعبيه. الله. بيقدموا فيه الفنون الشعبية، سواء كانت غنى، سواء كان أراجوز، سواء كان خيال ضل، لأن هم مدركين قيمة الفنون الشعبية دي، ودي فكرة كويسة جدا في التسويق. لأن برضو ده هو العنصر الجاذب في الموضوع، ان هو حتى ما حطهاش ضمن على نفس المسرح، لان الفنون الشعبيه دايما ليها جمهورها، ليها جمهورها وكل الناس بتنجذب اليها. بس هي ليها يعني تنفع تتحط في اي مكان، فمش مرتبطه بمسرح ولا. انا عاجبني كمان في ايه، ان دايما في الساحل الشمالي لما بتبقى عيله طالعه يقول لك ايه، طب انا مش عارف بالليل هودي الولاد فين، الصبح بيروحوا البحر، طب انا بالليل هخرجهم فين. خروجه هي جماعه وجميله بتناسب كل الاسره المصريه. ده برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنبني عليها عروضنا، لان احنا لما جينا نبني العروض زي ما حضرتك قلتي، ان انت بتتكلم على عروض بقالها اكتر من 80 سنه و90 سنه، عروض خيال الضل عروض بقالها اكتر من 300 سنه و400 سنه. فانت ازاي النهارده هتقدمها؟ احنا دايما بنقف بقدم وثاق ما بين التراث والواقع، بحيث ان احنا لازم نحافظ على الشكل، لان التراث ما ينفعش يتطور، لكن ينفع تبني عليه وتقدم مواضيع بشكل النهارده. يعني مثلا قدمنا عروض بتتكلم على قيمه الوقت، وان انت ازاي ما تضيع وقتك كله على وسائل التواصل الاجتماعي. احنا بنحاول نخطفه شويه من الاجواء اللي هو محبوس فيها، وهو بيلاقي المتعه دي، لان هو ده بالنسبه له فكره جديده، ان انت بتشوف عرايس بتتحرك او تشوف، الى ان الفضول بيدفعهم، وده حصل معانا بره وجوه، انه يقوم من مكانه، هو مش مصدق ان ده تفاعل معاك. طبعا ده اهم، ويجي يبص ورا الشاشه، هل العروسه دي فعلا بتتحرك كده لوحدها؟ أيوة. ولا في حد بيحركها؟ لان احنا العروض بتاعتنا كلها بنقدمها لايف، ما فيهاش بلاي باك. فده بتبقوا مجهزين قبلها، يعني بتبقوا مجهزين طبعا، عاملين بروفات حاجات كده. بس احنا دايما العروض الشعبيه دايما بيبقى فيها مساحه للارتجال. ايوه. وهو المتلقي بتاعنا مش قاعد مستمع فقط، ده هو مشارك، وده اللي بيخلي الاطفال او الاسره جميعا تستمتع، ان ممكن حد يقول افيه فيلاقي العروسه بترد عليه. ده عايز حد بقى على طول زي ما بنقول باله حاضر على طول، لان احنا دارسين مسرح. احنا الفرقه كلها اصلا دكتور. طيب. نبيل خلاص. استاذ في قسم المسرح، واحنا كمان خريجين قسم المسرح. فالموضوع معانا من الناحيه التمثيليه ده اوريدي موجود، وفي نفس الوقت الناحيه الشعبيه، لان احنا وقفنا جنب العظيم عم صابر المصري اللي خد اللعبه من محمود شكوكو. العظيم عم صابر شيكو، عم حسن سلطان، محمد، سمير عبد العظيم، كل الناس دي دول لاعبين شعبيين، واحنا وقفنا وتعلمنا منهم، لان الدكتور نبيل لما بدا التجربه بداها من الرواة الحقيقيين. وده موضوع مهم جدا لما نيجي نتعامل مع التراث الشعبي، لان في ناس بتنقل وهي مش عارفة. يعني هو لمجرد انه قرا او شاف فيديو على اليوتيوب فبيبدا ان هو يمثل اللعبه، لكن هل ده الحقيقي؟ وده هياخدنا لموضوع تاني، السيرة الهلالية. لأن احنا قدمنا السيرة الهلالية بخيال الضل. فعلا؟ السيرة الهلالية قدمناها تلفزيون وقدمناها مسرح. قدمناها مع الخال عبد الرحمن الأبنودي. الجمهور بيبقى ايه بقى؟ احكي لي عن الجمهور. الجمهور من كل كبار صغيرين، كل الأعمار. احنا وزارة الثقافة بتدعم الفنون دي من 2007، وخصصت لنا في بيت السحيمي في شارع المعز التابع لصندوق التنمية الثقافية، خصصت لنا يوم الجمعة من كل أسبوع لتقديم العرض ده مجانا، علشان يعملوا اللي حضرتك قلت عليه في البداية، ان احنا نحافظ على الفنون دي.